اهلا بيكم في حلقه جديده من لينير كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم الخطي. مكملين مع بعض في الروت لوكس بلوتس للنيجاتيف فيدباك سيستم، والنهارده هناخد اكزامبل 6. اكزامبل 6 مديني رسمه معروف ان الجي هي الفيد فورورد عندي، وزي ما انتم شايفين هنا عندي نيجاتيف فيدباك، وبيقول لي ان الكي عباره عن نون نيجاتيف كونستنت، يبقى عندي الجي اهي والاتش بواحد. هضرب الجي في الاتش عندي تطلع بالشكل ده. معروف الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن عباره عن سي كابيتال اوف اس على ار كابيتال اوف اس، الفيد فورورد على 1 زائد جي في الاتش، المقام بيساوي 0، يبقى ده الكاركترستيك ايكويشن. ستيب 1 ان انا بعمل ايه؟ بجيب البولز والزيروز للجي اتش. زي ما انت شايف كده الجي اتش عندنا بالشكل ده، يبقى اول حاجه بجيب الزيروز، يعني بيساوي الباست بزيرو، مش موجود اي اس، يبقى الام بتساوي زيرو، ما فيش زيروز. هجيب البولز عندي، يعني المقام بيساوي زيرو، عندي اس واس تربيع اس تكعيب، يبقى عندي 3 بولز، والقيم هتبقى عندي 0، وطبعا اس تربيع هنا القوس ده هحلله يطلع عندي كومبلكس كونجيجيت. اعمل اسقاط للقيم دي على الاس بلين، هيبقى عندي ادي 0 وعندي سالب 2 موجب جي وسالب 2 سالب جي، لازم الاثنين كومبلكس هيبقى على نفس المسافه من ريال اكس، تمام، بيبقوا كونجيجيت. ستيب 2 بجيب الروت لوكي على الرسم عندي، هبتدي ارتب القيم او البولز والزيروز الموجوده على الريال اكس فقط، يبقى القيمه دي وقتها هتبقى بواحد، مفيش اي قيم تاني. ارسم الروت لوكي عندي، ابدا من اليمين مفيش حاجه، اول قيمه تأملني مباشره على شمالها هيبقى فيه روت لوكي، الى ما لا نهايه مفيش حاجه هتوقفها طبعا، ومعروف عند البولز دايما الكي بزيرو، يبقى ده روت لوكي عندي. ستيب 3 بجيب النمبر اوف برانشز اللي بتقول لما لا نهايه اللي برسم بيها الرسم، ماكسيمم ان وام، يعني ماكسيمم 3 وزيرو يطلع 3. ستيب 4 بجيب الاسيمبتوتس عندي اللي هي اللاينز تقول لما لا نهايه. اول حاجه النمبر ان ناقص ام عباره عن 3، 3 اسيمبتوت، نقطه التقاطع. عندنا هنا البولز اهي والزيروز، البولز عباره عن 0 سالب 2 زائد جي سالب 2 ناقص جي. قلنا قبل كده ان طول ما فيها كومبلكس ممكن الغي مين؟ ماجنري بارت، يعني موجب جي وسالب جي ما اخدهاش واجمع الريال بس. يبقى هنا 0 سالب 2 سالب 2 ناقص الزيروز، ما عنديش بزيرو، ما فيش زيروز، على ان ناقص ام ب 3 تطلع القيمه سالب 1 وتلت او سالب 1 و33 من 100. هجيب الزوايا، عندي 3 اسيمبتوت يبقى عندي 3 زوايا، احط الكي ب 0 في المعادله دي يطلع عندي زاويتين 60 وسالب 60. احط الكي ب 1 المفروض يطلع عندي زاويتين موجب وسالب 180، هاخد الموجب بس 180 عشان انا محتاج 3 زوايا فقط لا غير، لان عندي 3 اسيمبتوت. هبتدي احط الدلتا، الدلتا عندي سالب 1 وتلت او سالب 1 و33 من 100. اعمل اسقاط لسالب 1 و33 من 100 على الرسم ايا كان موضعها او ايا كان قيمتها. هبتدي هرسم الزوايا عندي، هقول كده عندي 60 وعندي سالب 60 وعندي 180، تمام؟ كده انا حددت الزوايا الاسيمبتوت بتاعتي. ستيب 5 بجيب البريك اوي والبريك ان بوينت عن طريق دلتا كي على دلتا اس بيساوي 0. بروح للجي وفي اتش اللي هي الاوبن لوب، واقول 1 زائد جي في اتش بيساوي 0، دي الكاركترستيك ايكويشن. يبقى اقول 1 زائد الجي في الاتش عندي، هقول المقام زائد كي، يبقى المقام عندي بالشكل ده زائد كي بيساوي 0. اخلي الكي في طرف لوحدها تطلع بالشكل كده، افاضل الكي تطلع كده بساويها بزيرو، امسك المعادله دي احللها، لما اخد المعادله دي احللها يطلع عندي قيمتين فقط لان هي اس تربيع، هيطلع عندي قيمه سالب 1 وسالب 1 و6 من 10. هنبص كده، السالب 1 يقع على الروت لوكي، السالب 1 على الروت لوكي، طب سالب 1 وتقريبا 6 من 10 فين؟ هنا تقع على الروت لوكي، يبقى القيمتين دول يقع على الروت لوكي، يبقى القيمتين عندي بريك ان او بريك اواي بوينت. ممكن اعمل تشيك اضافي، طول ما القيم ريال هنا طالعين مش محتاج اعمل تشيك. زياده للتاكيد ان انا هعمل تشيك عن طريق الكي، لما انا اعمل تشيك هنا لما اعوض بالواحد تطلع كي ب2 موجبه اهي اكسبتد، لما اعوض بسالب 1.6 من 10 تطلع الكي ب1.8 من 10 اكسبتد، يبقى القيمتين اكسبتد اوتوماتيك من غير ما اعمل تشيك على كي، طول ما هم واقعين على الروت لوكي يبقى كده مقبولين. وقتها هروح نعمل اسقاط للقيم اللي احنا حصلنا عليها، عندي قيمه بسالب 1 وسالب 1.6 من 10، اعملهم اسقاط على الرسم، يبقى انا عندي نقطه هنا، تمام؟ النقطة دي بريك اوي بوينت، ايه اللي عرفك انها بريك اوي بوينت؟ بص كده، النقطة دي على مين؟ على المنطقة دي، القريب ليها بول، طول ما هي قريب منها بول يبقى معروفة بريك اوي بوينت على طول. نبص كده هنا، النقطة التانية عملت لها اسقاط اهي، ايه اللي عرفني بريك اوي بوينت؟ اللي عرفني ان عندي اتنين بولز كمان هنا، فما فيش أي زيرو على الرسم، فطبيعي أي نقط هتبقى محطوطة هتبقى بريك اوي بوينت، هتبقى بريك اوي بوينت، تمام؟ ستيب 6
ستيب 6 ان انا بجيب الانجل اوف ديبارشر والارايفل الخاص بالزيروز والبولز الكومبلكس. طبعا انا ما عنديش كومبلكس زيروز، انا عندي كومبلكس بولز بس، تمام؟ فهاخد بول واحد منهم ده وهوصله بكل القيم اللي موجوده على الرسم، يبقى اوصله بالاول وبوصله بالثاني. في حاجه ثانيه لا، اللي هنا ده عباره عن بول، يبقى تبقى زاويته سيتا، وهقيسها من ناحيه اليمين كده تبقى سيتا واحد. هعمل خط افق كده، ده بول تبقى سيتا 2، واقيسها من ناحيه اليمين. وابتدي اعوض في القانون، يبقى طول ما ده بول ده بول، يبقى الزاويه اللي انا عايزها اسميها سيتا، لان سيتا بتبقى خاصه بالبول، تبقى 180 ناقص بين قوسين مجموع زوايا البولز، عندي 2 بولز بس، زائد مجموع زوايا الزيروز. طب عندي زيروز على الرسم هنا؟ لا، يبقى تبقى الفاي عندي بزيرو. هبتدي عايز سيتا 1. سيتا 1 عباره عن 180 ناقص جاما، لان جاما زائد سيتا 1 بيساوي 180، يبقى سيتا 1 بتساوي 180 ناقص جاما. طب جاما اجيبها ازاي من المثلث قائم الزاويه ده؟ عندي هنا الخط الراسي او المقابل للزاويه جاما، الزاويه جاما اهو المقابل ليها عباره عن الارتفاع الراسي ده كام؟ قيمته 1. على المجاور، المجاور هنا من 0 ل 2 القيمه دي 2، تبقى 1 على 2 ده يديني تان جاما. هجيب تان ماينس 1 القيمه اللي طلعت دي احصل منها على جاما، يبقى 180 ناقص جاما، 180 ناقص الجاما عباره عن تان ماينس 1 1 على 2. حسبت القيمة دي طلعت بالقيمة اللي قدامك دي. أنا عايز سيتا 2، سيتا 2 طول ما هي واصلة بالكومبلكس عندي كده تبقى مباشرة ب 90، الزاوية 90. خلي بالك بقيس الزوايا في عكس عقارب الساعة. الزوايا بتتقاس في عكس عقارب الساعة في حالة الكومبلكس بولز أو زيروز. هبتدي أعوض هنا، لما أعوض في القانون ده تطلع عندي السيتا بسالب 63. سيتا دي خاصة بالبول الأولاني سالب 63، يبقى الثاني هيبقى عكس الإشارة. يبقى مباشرة الأول هيبقى سالب 63. بحسبها ازاي؟ طول ما هي سالبه يبقى في اتجاه عقارب الساعه، هقيس سالب 63.4 واعمل نقطه، يبقى ده اتجاه البول، يبقى البول الاول او زاويه الديبارشر بتاع البول الاول هتبقى في الاتجاه ده، البول الثاني هيبقى زاويته في عكس زاويه الاولاني، تبقى اشاره مخالفه، تمام؟ تبقى موجب 63، اقيسها ازاي؟ في عكس عقارب الساعه، تمام؟ واحط نقطه، ويبقى اوصل دي بدي، يبقى ده اتجاه الديبارشر بتاع البول الثاني. في نقطه مهمه عايزك تاخد بالك منها، النقطه المهمه هي ان البول ده هيتحرك كده والبول ده هيتحرك كده، طبيعي ان الاثنين هيتقابلوا، صح؟ الاثنين هيبقى في تماثل. احنا ايه اللي هيخلاني افترضت ان هم هيتقابلوا؟ لان ده هيقرب من هنا وده بيقرب من هنا، فطول ما الاثنين بيبقوا في تماثل لازم الاثنين يتقابلوا في نقطه، تمام؟ نروح لستيب 7. ستيب 7 عندي بتقول ان انا عايز التقاطع مع الجي اوميجا اكسس، 1 زائد جي اتش بيساوي 0، دي الكاركترستيك ايكويشن اللي احنا جايبينها في ستيب 5، طلعت بالشكل ده. يبقى انا هروح للروس تيبل، ابدا باس تكعيب، اس تربيع، اس اس 1، اس زيرو، بعد كده هقول معامل اس تكعيب بكام؟ بواحد، بعد كده 5، بعد كده مفيش حاجه، اس تربيع تبقى 4 والحد المطلق كي. هبتدي اضرب دي المحدده الطبيعي خالص، تبقى 4 في 5 ناقص كي على 4، تطلع عندي بالشكل ده، تمام؟ وهنا القيمه اللي تحتها تبقى 0، مباشره هعمل اسقاط تبقى كي تحت هنا. هبتدي وقتها اشوف ده لازم الكولوم ده كله على بعضه يبقى موجب، يبقى القيمه دي عباره عن موجبه وهتبقى كده، منها احصل على الكي اقل من 20، ولازم الكي هنا تبقى اكبر من 0. هعمل دمج للشرطين مع بعض، يبقى لازم تبقى كي اكبر من 0 اقل من 20، يعني بتساوي 20 يبقى ده كريتيكال، يبقى تقاطع مع الجي اوميجا اكس. يبقى اجيب التقاطع مع الجي اوميجا اكس ان انا بروح لمعادله اس تربيع الاوكسيلري ايكويشن، بقول 4 اس تربيع زائد الحد المطلق كي بيساوي 0، عوض الكي ب 20، تطلع عندي الاس بموجب سالب جي جذر 5، وقتها كانت الكي ب 8. او ممكن استخدم طريقه الجي اوميجا، ببتدي اعوض في الكاركترستيك ايكويشن، بيديني عندي ايماجينري وريال، الايماجينري ده هاخده واساويه بالزيرو، ما انساش هاخد الاوميجا عامل مشترك، يبقى عندي قيمتين، الاوميجا بتساوي 0 دي قيمه، القيمة التانية موجب وسالب جذر 5، باخد القوس ده يساوي 0، يبقى الأوميجا موجب وسالب جذر 5. هروح للريال، الريال عندي بيساوي 0، آخد الكي في طرف، يبقى أودي الأوميجا تربيع مضروبة في 4 الناحية التانية، منها أعوض عن الأوميجا ب 0 يطلع لي الكي ب 0، ده أول قيمة. القيمة التانية أوميجا تربيع تبقى ب 5، يبقى الكي تطلع عندي ب 20، تمام؟ يبقى عندي التقاطع مع الجي أوميجا أكسز 3 قيم، أول قيمة عند أوميجا ب 0 وقتها الكي ب 0، القيمة التانية عند موجب وسالب جذر 5 جي تطلع القيمة وقتها الكي ب 20. يبقى زي ما قلنا ده الكلام اللي احنا قلناه، وقلنا الرينج بتاع الكي من 0 ل 20. هنبتدي نرسم، هيبقى انا هجمع كل الخطوات في السلايد ده. انا رسمت الزوايا هنا زي ما انت شايف كده، هبتدي احط القاط بتاعت البريك اوي بوينت، الزاوية الأولاني هحطها زي ما انت شايف كده، يبقى ده الاتجاه الأول هتحرك كده،
والتاني اتجاهه هيتحرك كده، تمام؟ ركز معايا كده، انا حطيت الاسهم بتاعت البولز الثلاثه، ايه اللي هيحصل؟ ده هيتحرك كده وده هيتحرك كده، الاثنين هيتقابلوا في النقطه دي. ليه يتقابلوا هنا؟ عشان يبقى في تماثل، يبقى المسافه من دي لدي بتساوي المسافه من دي لدي، يبقى في تماثل. الاثنين يتقابلوا، واحد يتحرك شمال وواحد يمين، هيتحرك يمين، وده في نفس التوقيت كان بيتحرك، يبقى في نقطه تقابل هنا، النقطه دي يتقابلوا، واحد يطلع لفوق وواحد ينزل لتحت. ركز كده، بص على الرسم، تمام؟ ادي التقاطع هنا، واحد يطلع فوق وواحد ينزل تحت. تاني، الاثنين بيتحركوا في نفس التوقيت، اهو بينزلوا بياخدوا كيرف، وده يبقى لفوق وده لتحت. طبعا هنا التوصيل ما يبقاش خط مستقيم، يعني ما ينفعش اوصل دي لدي خط مستقيم، لا بيبقى على هيئه كيرف، يتحرك كده وبيدخل على هيئه منحنى، ما يبقاش خط مستقيم. بص كده كيرف اهو، في واحد اتحرك يمين تقابله كده، عندي كم منحنى؟ في منحنى ده بيكمل لما نهايه، ما تحسبش ده وده منحنى، يعني ما تقولش ده واحد اتنين تلاته اربعه، غلط. ده بيمشي كده، بينزل بينزل بيروح لما لا نهايه، ده منحنى كده. ده بيتحرك كده بيمشي شمال، يبقى ده بيروح لما لا نهايه، ده المنحنى التاني. التالت اللي هو الكن يمين، ده بيتحرك كده بيروح كده لما لا نهايه، ده المنحنى تلاته. عندي تلات منحنيات، يبقى انا الكلام ده من ستيب رقم كام؟ تلاته، يبقى عدد المنحنيات البرانشز تلاته. معروف نقطة التقاطع قلنا عندها الكي ب 20، ووقتها النقطة دي عبارة عن جي جذر 5، وهنا بتبقى بالسالب عشان يبقى في ايه؟ تشابه أو تماثل، والخط اللي فوق متماثل مع الخط اللي تحت. لو عايز أحصل على قيم دقيقة أو رسم دقيق، أبتدي ألجأ للكاركترستيك إيكويشن وأعمل القيم بتاعتي. خلي بالك التقاطع عندي 20، 20 يبقى آخد كم قيمة قبل ال 20 وكم قيمة بعد ال 20، وأبتدي أحط قيمة الكي دي في المعادلة، وأبتدي أجيب الجذور، الجذور دي أعمل لها إسقاط على الرسم. يعني قيمة الجذور اللي حصل عليها دي هحطها على الرسم، وقتها اعرف الكيرف هيمشي ازاي عشان ابقى راسم رسم تقريبا يبقى دقيق. لو لاحظنا عند التقاطع 20 هيبقى عند سالب 4، بص كده سالب 4 عند القيمة 20، سالب 4 فعلا هنا هيبقى عند سالب 4، ادي واحد عند سالب 4، والاثنين هيبقى موجب وسالب عند 2.2 جي، سوري القيمة صحيحة بس هتبقى سالب وموجب، عند الكي ب 20 هيبقى عندي هنا ده الموجب وده السالب، ما جذر 5 لو جبت لها القيمة تطلع 2.2، هنا في خطأ صغير تبقى موجب وسالب، القيمة الموجبة فوق والسالبة تحت، وهنلقى فعلا إن التلاتة بولز هيتحركوا في نفس التوقيت، بص القيمة اللي هنا اتغيرت والقيمة اللي هنا اتغيرت، يبقى القيم كلها بتتحرك في نفس التوقيت أو التلاتة بولز بيتحركوا في نفس التوقيت، تمام؟ وده رسم دقيق بالماتلاب. لو انا عايز ارسم بالماتلاب بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنشرحها على طول، بهمل الكي واخد الترانسفير فانكشن بحطها، ولو انا هستخدم النوميريتور الدي نوميريتور ما تنساش الحد المطلق هنا زيرو بحطه زيرو، وببتدي احل او اكتب الاوامر بالطريقه اللي اتعلمناها. طبعا انا بشكركم جدا، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا.